في اليوتيوب على فكره، موضوع التشنيع كانت على في اليوتيوب. هاي 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 في الركوب الصحيح، اذا كنت تركب ركوب صحيح وفعلت المطلوب زي ما ذكرت سابقا، لا يمكن تتكلم في اللي قاعد تسويه هل هو صح او خطا او هل هو في اصح، لين تشوف في اصح منه. اذا لا تناقش في مدى صحه الشيء اللي تسويه لين الشيء اللي ناوي تخلي اللي تسويه عشانه يكون قدامك حاصل. يعني باختصار قاعد اسوي شيء معين ومتحكم بالحصان، واثناء فعلي له شفت شيء افضل منه، فاخلي شيء على حساب اني اسوي شيء افضل منه، مو بخلي شيء واسوي شيء اكثر سوء منه. فلا يمكن تخلي فعل من اجل كلام، تخلي فعل من اجل فعل حصل امامك اقوى منه، ولا لا تضيع وقتك في الكلام مع شيء مجرد على ما قالوا اراء ليست مثبته امامك. فخلي الفعل لفعل اقوى منه، او استمر في فعله واترك الكلام. الفعل اهم من الكلام في التحكم في الخيل.